اهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا في لو رونديفو اللي لا نحكيوا على استضافه شخصيا اعتبرها استضافه من نوع خاص، وذلك للاسباب التاليه: كون ضيفتي الليله وجه نسائي، وهي من الحالات التي تعد على الاصابع انه نستقبلوا في رونديفو نوف وجه نسائي غير من دون ان يكون وجه حزبي قيادي او مسؤول مباشر في الدولة لمناقشة الشأن العام، على أنه ضيفتنا ما هيش بعيدة عن المجالات التحرك الفعل السياسي بالبلاد، إذ هي المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، العضو السابق باللايكا، وأيضا الأستاذة الجامعية. ومن هنا تأتي أهمية دعوتها إلى هذا الحوار المطول الليلة في لو رونديفو، باش نسألوها على مواقفها الأخيرة، وهي مواقف عادت بقوة خاصة في مسألة الدفاع على رئيس الجمهورية، على تمشيه على المسار الذي اختار وأعلن عنه منذ 25 جويلية. أكيد عرفتوني على شكون نحكي على ضيفتي اللي سعيدة باستقبالها بعد لحظات، رشيدة نايفر، أستاذة القانون والمستشارة الإعلامية السابقة رئيس الجمهورية قيس سعيد. رشيدة نايفر هي أستاذة في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس وصحفية سابقة في جريدة لابخيس. عملت نايفر كأستاذة سابقة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، وشغلت زادة خطة عضو في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. في 30 أكتوبر 2019 عينت من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد كمستشارة لشؤون الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية، منصب أعلنت نايفر استقالتها منه في 22 أكتوبر 2020. استقالة أرجعتها لعدم رضاها عن طريقة العمل في مؤسسة رئاسة الجمهورية دون الكشف عن أكثر تفاصيل حول أسباب الاستقالة. مرحبا بكم من جديد، سعيدة باستقبال ضيفتي رشيدة النايفر المستشارة الإعلامية السابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. مساء النور، أهلا وسهلا. شكرا لك على تلبية الدعوة لأول مرة في قناة التاسعة ولأول مرة في برنامج لو رونديفو. فعلا مرحبا بك. كنا نحكيو على طناصف منذ قليل تقريبا. نحاول نحقو تقريبا. شو محلية التناصف هكا على قبلين؟ مثال مش قبلين. يلا باش ما ندخلوش بقوة نحن في الموضوع وتجبد التناصف. للأسف ما كانش متوفر في هيئة الانتخابات. وأكيد سمعت اللوم. تحب نجاوب تو ولا من بعد؟ أنت شطرتهم نفس اللوم؟ تحب نجاوب ولا تو؟ تعرفش كيفاش رشيدة نايفر؟ مش نستمعوا لجميع مواقفك. هي فاهمة المهنة، بنت المهنة زادة. عندها ما تقول، وكانت تدرس حتى في الليبسي. مرحبا بك من جديد. تقرير لرحاب حوات ونبدأ في النقاش. اتسعت رقعة الجدل اللي خلفته المراسم الرئاسية الأخيرة، بدءا بالمرسوم عدد 30 المتعلق بأحداث هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة برئاسة أستاذ القانون الصادق بالعيد، مرورا بالمرسوم المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد، ووصولا إلى المرسوم الرئاسي المتعلق بتركيبة اللجنة القانونية المتألفة من عمداء كلية الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية المتألفة من المنظمة الوطنية الثلاثة، زيادة على اتحاد المرأة ورابطة حقوق الإنسان برئاسة عميد المحامين إبراهيم بودربيلة. فمن ناحية أولى، اصطدمت الهيئة الاستشارية برفض جزء من مكوناتها الأساسية المشاركة في لجانها وفي مقدمتها اتحاد الشغل، اللي رفع الفيتو أمام حوار وصفه بالشكلي وعمداء كلية الحقوق اللي اعتذروا عن المشاركة في اللجنة القانونية، تزامناً مع دعوة أطلقوها قدماء رابطة حقوق الإنسان يطلبوا فيها الهيئة المديرة الحالية برفض الوصاية والاصطفاف وراء السلطة. إن الاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم. مواقف الأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية توحدت أيضاً على قرار رفض المراسيم الرئاسية الأخيرة اللي اعتبرتها مواصلة لمسار الانقلاب والاستفراد بالحكم، وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني ومواطنون ضد الانقلاب والنهضة وقلب تونس وحركة تونس الإرادة وإئتلاف الكرامة والدستور الحر، إضافة إلى تنسيقية الأحزاب الديمقراطية اللي أعلنت عن مقاطعتها للاستفتاء والانتخابات. نحن اليوم تركيزنا هو إسقاط هذا الاستفتاء المهزلة، تصدي له بكل الوسائل السلمية والدستورية والقانونية المتاحة.
أما الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية فمثل إقصاؤها من الحوار صدمة كبرى، إذ طلبت حركة الشعب وتونس إلى الأمام والتحالف من أجل تونس الرئيس بمراجعة المرسوم والتحرك التشاوري، فيما دعا ائتلاف صمود إلى اعتماد مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 وتأجيل الاستفتاء والانتخابات القادمة. أعتقد أنه في ظل الوضع الحالي أرقى درجات الوعي بطبيعة المرحلة تقتضي أن الرئيس معناتها يصلح وإلا يعدل من أجل أنه الحوار ينطلق. قلت رأي الأحزاب ما تجيبش تجي للحوار بالتركينة من الباب الخلفي، يعني الأحزاب تأتي للحوار من الباب الرئيسي، تقع دعوتها مباشرة من رئيس الجمهورية ويقول رئيس الجمهورية أنه لا فيتو على الأحزاب في هذا الحوار. بينما دافع رئيسا الهيئة الاستشارية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية عن المشروع اللي أعلن عليه رئيس الجمهورية نافيين أي خطوة لوضع دستور على المقاس. أنا رئيس لجنة مكلفة بوضع مشروع دستور يتناسب مع الحالة الراهنة التي نريد أن نخرج منها ومع مستقبل الأفضل لهذه البلاد. وفي خضم كل هذا تبقى نقطة الاستفهام الكبرى حول الأطراف التي دعيت إلى حوار لم ترغب فيه. رشيدة النيفر مرحبا بك من جديد. قبل ما نبدأ في مواقفك ومتابعة مواقفك فيما يخص التطورات الأخيرة، النصوص الأخيرة وهذا المسار اللي انتهجه رئيس الجمهورية، تقريبا كانت في صمت طويل ولازمت الصمت لمدة طويلة رشيدة نيفر بعد خروجها من قصر قرطاج. عودنا سمعنا مواقفك بشكل واضح، تصريحات إعلامية، حضور إعلامي تقريبا بعد التسريبات وتسجيلات الصوتية المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة. كيف تفسر رشيدة النيفر هذه العودة في الدفاع واستمادة في الدفاع عن مواقف الرئيس تقريبا بعد نشر هذه التسجيلات؟ لا ما نتفقش معاك اللي هي كانت العودة بعد نشر التسجيلات، لا يعني أنا منذ يعني حتى يوم الاستقالة بيدو كتبت على صفحتي في فيسبوك، قلت أنا يعني استقلت ولكني يعني باقية مساندة رئيس الجمهورية مدام التوجه اللي اختاره متواصل. وهذا تقريبا يعني كان موقفي على طول، ولكن فما بعض الفترات اللي ربما معناتها واحد ما يستحقش فيها باش يعبر على موقف. سنة 25 جويلية سندته وقلت أنا مساندة 25 جويلية، بعد التمشي اللي جاء بعد 25 جويلية مساندته، قلت إلى حد وقلتها يعني اللحظة هذه أنا نعتبر اللي توجه رئيس الجمهورية هو في الاتجاه اللي أنا مشاطرته، فما فماش سك. طبعا أنا اختيار كوني ما نحبش ظهور الإعلامي المكثف، على خاطر ما نعتبرش اللي معناتها احتكار المنابر الإعلامية يعني هو حاجة إيجابية، بالعكس أنا نعتبر اللي ظهور قليل هو أفضل من هذا التواجد باستمرار. وما نخبيش عليك ساعات في أسبوع يتصلوا بي 4-5 قنوات، قل مش باش نقول، قل اللي قلته البارح في الإذاعة الفلانية، قل لهم باش نعاود نفسي باش نكرر نفسي، فهذا هو يعني هو اختيار فقط. شنو ردك على الانتقادات التي وجهت إلى رشيدة النيفر بأنها خرقت واجب التحفظ على أثر مواقفها اللي علقت فيهم على التسجيلات المسربة؟ خرقت واجب التحفظ في باديش، هذا ردك لي ما في باديش يلا. ما في باديش في باديش نمشيو للجديد. رشيدة النيفر جملة من المراسيم والأوامر تصدر تباعا، المرسوم عدد 30 عدد 32 أمر رئاسي يتعلق بضبط تركيبة اللجان. بعد الاطلاع على كل هذه النصوص رشيدة النيفر، هل أنه مسار 25 جويلية اللي دفعت عليه أو سندته منذ اللحظات الأولى هل يسير في الاتجاه الصحيح؟ وهل الإطار التشريعي وتركيبة الهيئة الوطنية الاستشارية برئاسة العميد الصدقة بالعيد تتوفر فيها ضوابط، تتوفر فيها مقاييس لنجاح صياغة مشروع الدستور الجديد في هذا الوقت الوجيز؟ هذا أكثر من سؤال في سؤال. سؤالي
خلينا نجاوب على السؤال الأول. هو شنو هو 25 جويلية؟ 25 جويلية فعلا يعني الدولة كانت في خطر. أنا ما أقولش خطر داهم، ولكن الدولة كانت في خطر. فيعني تطبيق الفصل 80 كان يعني كان للضرورة، كان للضرورة. ونعاود ونقول وقلتها برشا مرات، رئيس الجمهورية ما كانش ماشي في تطبيق الفصل 80، رغم اللي تعالت الأصوات، أصوات جامعيين، أصوات سياسيين، أصوات مجتمع مدني يطالبوا فيه بتطبيق الفصل 80، ولكن هو كان رافض باعتبار اللي كان ماذا بيه يعني يتواصل يعني المسار السياسي تبقى لي يعني الأوضاع العادية اللي ينص عليها الدستور، وديما يعتبر اللي ممكن كونه الطبقة السياسية وخاصة الأحزاب اللي موجودين في البرلمان يرجعوا للجادة وفعلا يخدموا على أساس يعني ما هو موجود في الدستور. ولكن فعلا وصلنا إلى وضع، فجاء تطبيق فصل 80، تدابير استثنائية، تدابير استثنائية، تدابير استثنائية. قل قايلش باش يعمل تدابير استثنائية، حتى أولا لإيقاف هذا النزيف وهذه الحالة من الفوضى السياسية، لأنه يزن نفهمه اللي إحنا وصل لم نحقق منذ انتخابات 2019 لم يتحقق الاستقرار الحكومي في تونس. يعني عامين لم ننجح في تكوين حكومة، وكان نقول لم ننجح في تكوين حكومة في ظل الدستور الحالي، رئاسة الجمهورية ما تنجم تعمل حتى شيء بدون وجود حكومة، وحكومة تعمل ويعني في كنف الاستقرار في طبيعة النظام بيدو. فهذا الكل خلى اللي لابد أي كل قاليون بعد شو نعمله أكهو غضبنا وروحت الدربوها أكهو معناتها هنا طبقنا الفصل 80 شهير شهيرين ثلاثة وبعد رجعوا البرلمان أي كيفاش يعني هذا هو. فالفترة هذه متاع التفكير وكانت يعني فعلا حوار هو موجود. فانا اتجاه نمشيو نمشيو في اتجاه تغيير الدستور، نمشيو في اتجاه انتخابات تشريعيه، نمشيو في اتجاه انتخابات تشريعيه او رئاسيه في نفس الوقت. يعني هذه هي المسائل التي طرحت. وكان راهو اللي ما يقول ما وقعش حوار، وقع حوار راهو حولها كي نرجعوا للصحف والمنابر العلميه وقع حوار عليها كبير. وقع تساؤلات ايضا الى حد اللحظه لا نجد لها اجابه سيده رشيده نايف. فوصلنا الى حد كونه اي ما العمل فعلا ما العمل؟ العمل هو واضح ان طبيعه النظام السياسي الذي معناتها اقره دستور 2014 يعني بارتباط بالمنظومه الحزبيه القائمه. ريت يعني عندنا حاجتين، عندنا النظام السياسي اللي اقروا الدستور 2014 وطبيعه المنظومه السياسيه القائمه، كي تلمهم مع بعضهم الحزبيه فالاستقرار غير ممكن، الاستقرار غير ممكن. فهنا ما شنو نعملوا؟ يا اخي راهو فما دول مثلا ناخذ دول اللي وقع فيها انتقال ديمقراطي كالبرازيل، الدستور البرازيلي تم تنقيحه 78 مره باش يوصل البرازيلي ما هو عليه الان. فهنية هذا هو المطروح. يعني أنا أرى اللي الأجندة روزنامة اللي وقع واضحة استفتاء حول الدستور في 25 جويلية، انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2000 آخر السنة، أنا نعتبرها يعني استحقاقات مصيرية ومهمة جدا. واضح. مش نرجعوا نواصلوا معك الحوار، فقط خبر عاجل أسوقه. علمنا أنه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانا أصدر قرارا بتحجير السفر عن جميع المشمولين بالقضية التحقيقية المتعلقة بما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة ومن بينها رئيسها راشد الغنوشي. إذن تحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في والقضية التحقيقية هذه متعلقة بما يعرف بالجهاز السري للحركة. نستسمحك رشيدة نايفر، ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تفاعل مع ما قاله زميلنا برهان بسيس منذ قليل. مساء النور سيد الأمين العام. ولك تحية لك وإلى كافة الحضور وإلى ضيفتك وإلى كافة السادة المشاهدين.
شكرا لك. طبيعي بعثوا لي معناها سيكونس نتاع خونا برهان معناها في تحليله، حبيت ناكد على مساله ونوضحها. ليلي داري اليوم اللي انعقدت هي كانت مبرمجه فهمتني من الهيئه الاداريه السابقه، وهذه الهيئه الاداريه كانت مبرمجه كما تعرفوا هناك وثيقه منهجيه تقدمت بها الحكومه الى صندوق النقد الدولي وتسمو مده طويله، وان الحكومه تتحدث وانه طلبنا من الاتحاد في اعطاء رايه في الجلوس على طاوله الحوار، والاتحاد معطل صندوق النقد الدولي وتونس في وضع حرج للغايه. بطبيعه الحال الاتحاد عمره ما عطل، ولكن الاتحاد يدرس ويتمعن، ولنا عديد الخبراء والكفاءات اللي تعرفوا اسمائهم الكليك واللي هم يشهد لهم بالكفاءه. فبعد ما اعد قسم الدراسات معناها اجابه على الوثيقه اللي قدمت بها الحكومه، وللاسف الشديد معناها يشهد بها كل الناس اللي في اهل الميدان واهل كما نقولوا في الاختصاص، ان الوثيقه لم تكن وثيقه منهجيه اللي مش تلبي معناها فني الشروط الحد الادنى تاع صندوق النقد الدولي، وذاك على صندوق النقد الدولي معناها ما قطعش معنا حتى خطوات معناها كبيره. فناقشناها كمكتب تنفيذي، ثم اليوم الاتحاد عنده مقررات مؤسسيه، الهيئه الاداريه اجتمعت وقع يوم كامل بحضور الاعلام معناها في الحمامات، والوثيقه اليوم جاهزه اللي نفصل بين المسارات، بين المسار السياسي اللي عندنا فيه موقف وعندنا فيه راي، وبين المسار الاقتصادي والاجتماعي. وعبرنا وقلنا راهو ضروره اني باش ناخذوا من صندوق النقد الدولي لان البلاد في امس الحاجه، ثم بعد ما تعدى الازمه دي وقتها نجموا نتناقشوا ونقولوا شنو الهينات وشنو هي الاشكاليات معناها اللي توجدت وكيف نتعلم من ذاك الدرس. ثم جاءت بطبيعتها انه السيد رئيس الجمهوريه بعد موقف الاتحاد الذي رفض ان يكون ضمن معناها الهيئه نتاع الحوار التي تكونت في ما يتعلق خاصه بالمسائل الاقتصاديه والاجتماعيه، وموقفنا نقولوا لك ان اليوم حكومه معينه من طرف السيد رئيس الجمهوريه، حكومه تتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتقول عندي رؤيه للاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه، ومن هنا مش نعملوا لجنه باش تتناقش في الاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه. معناها مسائل منطقيا ما تنجمش تكون بالطريقه ذي. فاليوم الهيئه الاداريه بعد ما زاد اصدر السيد رئيس الجمهوريه وادرج اسم الامين العام والاتحاد ضمن اللجنه، بالمناسبه اصدرنا معناها بيان اللي قلنا راهو اللي وقع اصداره في الفرايد الرسمي وكذا لا يلزم الاتحاد في شيء. السيد رئيس الجمهوريه هو له الحريه فهمني كيف تصرف وكذا، وكل انسان يتحمل نتائج من اختياراته وعنده رؤيتنا، ورؤيتنا شفتونا لم ننقد ولم نتدخل في شؤون اي منظمه في قراراتها، هي حره والاتحاد كذلك حر معناها في قراراته في هذا الاتجاه. احنا لم نتحدث اليوم لا على خط اثنين ثاني ولا ثالث ولا خامس ولا نمر واحد. فلهم ذلك معناها في التوجه اللي اخذوه. عن استحقاقاتنا الاجتماعيه وملفاتنا الاجتماعيه من يوم 2 جوان سنكون باتصال مباشر عبر الجهات عبر الهياكل النقابيه، ثم بعد ذلك عبر منظورينا وعمالنا لنوضح لهم كل الاشكاليات المرتبطه بعقدتهم، ثم بعد ذلك القرار تتخذه مؤسسه الاتحاد انه اليوم باش ندافع عن استحقاقاتنا الاجتماعيه. اليوم وضع اجتماعي صعب الى ابعد الحدود، ولكن اليوم احنا ماناش مسؤولين على ما وصلت اليه البلاد اليوم من هذا الوضع. اليوم تحب انت السياسي تقول انا مسؤول والاقتصادي اني ما عنديش، كل حد يتحمل مسؤوليته. وطلبنا في عديد المناسبات من السيده رئيس الحكومه بصفتها رئيس السلطه التنفيذيه اطلع فصل للشعب، اطلع صالح الشعب، اطلع احكي للشعب. هل معقول اليوم سلطه تنفيذيه معناها اليوم في وضع معقد اقتصاديا واجتماعيا بهذا الوضع مسؤوليتك لازم تطلع تحكي للناس؟ انا كمواطن تونسي لازم توضح لي وتوضح لي وتطمن على مستقبلي وتعطيني شي مشكلة. واضح، شكرا لك. توضيح فقط في المسألة لم نتداول في هذا اليوم، ولكن من حق الاتحاد عبر التاريخ انه تكون عنده رؤية اقتصادية وتكون عنده رؤية سياسية بالوثائق كقوة اقتراح، وليس اني نقول لا بهذا الشيء فقط. واضح. احنا ما نقول هاي البدائل وهي الخيارات، والحكم سيكون معناها
للشعب التونسي ولأهل الذكر ولا شكرا لك نور الدين طبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، شكرا لك على مداخلتك معنا. نرجع معك السيدة رشيدة النيفر، إذن كنا نحكيه على الرزنامة الحالية اللي أوضحها رئيس الجمهورية، الاستفتاء، الانتخابات التشريعية، تقول استحقاقات مصيرية. وصلتنا هالإعلان على الرزلمة هذه إلى الهيئة الوطنية الاستشارية أيضا برئاسة العميد الصادق بالعيد، متفرع زادة ثم زوز لجان أخرين اللي صار عليهم برشا جدل على تركيبتها، على كنت تسمع حتى في الأمين العام يقول لك كيف يتم إدراج اسم الأمين العام والمنظمة الشغيلة دون العودة إلينا ودون استشارتنا ونلقاه روحنا في مرسوم أو في أمر هابط في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كيف تابعت رشيدة النيفر كل هذا الجدل القائم حول هذا؟ ماذا بيا نبدأ بالنقطة الأخيرة فضل. خاصة يعني كونه يعني السيد نور الدين طبوبي الأمين العام الاتحاد العام التونسي الشغل كان يتكلم، وأنا فعلا يعني بالنسبة لي نكلوا برشا احترام، وتعاملنا مع بعضنا تعامل إيجابي وجيد جدا وقت اللي أنا كنت يعني في مستشارة السيد الرئيس في رئاسة الجمهورية، ويعني فعلا نحب نحييه. وبالمناسبة قبيلك شوية كنت نسمع في زميل برهان بسيس وقت اللي انت حكيت اللي قلت راو لو كورون نو باس با بين رئيس الدولة والأمين العام، مش صحيح. أنا نجم أقول لك أنا شهيدة عين، مش صحيح. أنا على الأقل السنة الأولى اللي كنت فيها عدد الاجتماعات اللي جمعت بين رئيس الدولة والأمين العام الاتحاد العام التونسي الشغل لا يحصى ولا يعد، والله قبليك حبيت نحسبهم أما معناتها في ثنية وما كملتهمش، لا يحصى ولا يعد. وبالعكس يعني كنت ربما لقاه بالممثل الاتحاد العام التونسي شغل أكثر لقاءات من كل المنظمات، من كل بقية المنظمات، وكان يعني بالحق يستشيروا في الكبيرة والصغيرة، وإلى حد الآن رئيس الدولة يعني عنده، وما هذه مش راهو قاعدة ندخل فيها، لا 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 مانيش نعمل فيه مساعي، أما يكن له كل الاحترام وكل التقدير. لماذا قلت هذه اللقاءات؟ هذا شو ومتفهم الإكراهات اللي يتنجم معناتها يمر بها أمين عام منظمة بالحجم هذايا وبعدد المنخرطين هذايا، لأنه هو ماهوش حر في قراراته، عنده يعني منظوريه وتقريبا 700 ألف منخرط في الاتحاد ومن مشارب مختلفة ومن اتجاهات مختلفة، وهو يزم ياخو باعتبار هذا الكل. فأنا شو نقول، أنا نتفهم الوضع، ولكن أنا نعتبر اللي بطريقة أو بأخرى الاتحاد العام التونسي الشغل هو طرف في هذا الحوار بطريقة أو بأخرى، كما قال إحنا مناش بش نكونوا سلبيين وبش نقدموا المقترحات، فهو بطريقة أو بأخرى هو طرف في هذا الحوار. وقوة اللجنة هذية، هي اللي هي لجنة في الحقيقة في نفس الوقت هي مترأستها شخصية اللي يظهر لي ما يختلفوش فيها اثنين، اللي هي شخصية بالحق يعني منفتحة وقابلة للحوار وعندها تنجم تلعب دور تجميعي كبير، ولكن في نفس الوقت قوة الحوار هو حوار مرن، لأنه وفي المرسوم هو بيده كونه اللجنة هذية وبالأساس رئيس اللجنة والمنسقة ينجم يستأنس بكل الأراء بكل الخبرات بكل، فيعني هي لجنة مفتوحة ماهيش لجنة منغلقة. كل ما هناك أنا ويخيل لي كان المشكلة شكون مترأس اللجنة وشكون عضو فيها، هذه هي. خلينا نقول المشكلة بالنسبة لشكون؟ بالنسبة لشكون؟ بالنسبة للتململ الموجود حسب ما أنا الرفيق لبعض الجهات، هناك تململ يعني يقول لك إيه وعلاش وهذا علاش هو يعني رئيس الدولة هو اللي قرر في الأخير، لأنه نعرفه اللي لجنة استشارية، وهي لجنة استشارية باش تقدم مشروع ورئيس الدولة، ورئيس الدولة هو اللي معناتها باش ينظر فيه ويحيلوا على الاستفتاء. فيقول لك علاش رئيس الدولة، لكن ننساو اللي هنية هو المسؤول سياسيا، لأن أي منظمة وطنية أو يعني هي وقت اللي باش تشارك على أقصى تقدير هي مسؤولة أمام منظوريها، مثلا الاتحاد الصناعة والتجارة
مسؤول امام منظوري، الرابطه التونسيه حقوق الانسان مسؤول امام لكن منظوري. لكن مش من باب اولى انك تستشير قبل ما توضع سامحني اسمه في الرائد الرسمي او في المرسوم لينشر في الرائد الرسمي، وفي الاخر نسمع كما مواقف كما موقف الاتحاد العام التونسي للشغل يقول لك ارفض تماما ذلك. نسمع زادة عامدات وعمداء كليه الحقوق وشفنا العريضه نتاعهم واللي اعتذروا عن هذا التكليف، يقول لك كيف احنا فوجئنا بذلك التكليف. بودي نفهم إلندرا هالرفض هو فقط رفض يعني للطريقة التي تم بها تكوين اللجنة، أم هو رفض يتعلق ب يعني مضمون الحوار ويتعلق بمخرجات الحوار؟ خلينا نتفقوا، إذا خلينا نتفقوا إلندرا هو على الشكل أو على المضمون، وإذا كان على الشكل يلزمنا نعملوا حوار إحنا على الطريقة اللي يجرى بها الحوار، يعني وكأننا إذن نعمل حوار على الحوار، بينما البلاد ما عادش تتحمل. أنا نقول البلاد لا تتحمل كون نزيد ونتحاوروا على الطريقة اللي بشوقع بها الحوار. أنا يفكرني هذه في مؤتمر جمعية الصحفيين في الثمانينات، وقت اللي إحنا طرحنا مسألة تكوين مكتب المؤتمر قالوا يستنى نتفقوا كيفاش نجموا نصوتوا على مكتب المؤتمر، يندرى برفع الأيدي أو بطريقة سرية. فهمت يعني؟ فأنا نقول خلينا نمشيوا للأصل، خلينا نمشيوا للأصل. في نفس الموضوع، لما رجعت لتدويناتك من تقريبا آخر تدوينة ذكرت فيها تقريبا أربع نقاط، فما نقطة جلبت انتباهي وقت اللي تقول الحوار مرتبط بتوفر ثقافة الحوار والقبول بالآخر والتخلي عن عقلية نلعب ولا نحرم السائدة في الآونة الأخيرة. به أكيد رك استمعت للجدل الكبير اللي صار والمواقف اللي عبرت عنها تقريبا جل الأحزاب، والسؤال الكبير اللي كان مطروح وللتو ملقينا له الجواب، حتى الأحزاب القريبة لرئيس الجمهورية المساندة ليه وطرحنا عليهم سؤال وحتى حد ما عطى جواب، مثل على سبيل المثال سيد عبيد البريكي أمين عام حزب تونس الأمام اللي التقى برئيس الجمهورية وبعظمة لسانه وقت اللي سألناه على علاش الأحزاب يعني ما أدرجهاش رئيس الجمهورية في تركيبة اللجان ضمن الهيئة الاستشارية كطرف في الحوار طبعا. كطرف في الحوار يعني كطرف مش أي. يعني لأنه قلت لك موجود لا في المرسوم الاستئناس بكل الخبرات وبكل الآراء، هذا موجود في المرسوم يعني غدوة شوف حتى حد ما يمنع العميد صادق بالعيد باش يستدعي هذه الأحزاب. لا مش نحكي على هذا، مش نحكي على هذا سيد رشيد، أنا نوضح حاجة. أنا نفرق بين الطرف الرئيسي في الحوار الرئيسي والمستأنس به اللي يجي معناها استشارته تجي في درجة أقل في درجة ثانوية. حسبك أنت الطرف الأساسي في الحوار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية شكون؟ هل هي الأحزاب السياسية؟ أنا مش نسألك على علاش الأحزاب غير موجودة وغير مدرجة في اللجان هذه. هي شنية هل خمس كملك سؤال وبعد جاوب على راحتك. يبدو أنه فما إشكال يعني في علاقة أو في موقف رئيس الجمهورية من الأحزاب. هل أنا وما تبيه تجاوبني، هل أنا رئيس الجمهورية رافض للأحزاب كأحزاب ككيانات سياسية يعني ضمن ما يسمى بالمجتمع السياسي، وألا رافض لي ولا غير مؤمن بدور الأحزاب وبجدوى؟ أولا ما نجمش نجاوبك باسم رئيس الجمهورية، أما باش نجاوبك أنا يعني كان تحب رأي شخصي، لكن أما ما نجمش نجاوبك رأيك كأستاذ قانون وكحقوقية ما نجمش نجاوبك باسم رئيس الجمهورية. أما رأيي الشخصي لازم نرجعوا لطبيعة اللجنة، هذه اللجنة هي باش تعد مشروع دستور يعرض على الاستفتاء، وبالنسبة لمشروع الدستور فالاختيار هو كونك عندك مجموعة من الخبراء في القانون، مجموعة من الخبراء في القانون، وما فماش أفضل من كونك تدعو عمداء كل كليات القانون في تونس. يعني هنية يعني حتى واحد من نجم يطعن علاش عيط لفلان ولا فلتان، فعندك مجموعة من عمداء كلهم فهمت، وفيها التناصف على فكرة اللجنة، فما ثلاثة وثلاثة مش العمداء الكل. يبدو لي مش العمداء الكل، لا كليات القانون كليات القانون كلهم
اعطيني كليه ملك ليست اللي هبطت العريضه نتاع اللي مسحين فيها بعض العمداء والسلطات القانونيه هذمك هذمك متقاعدين مع كامل احترامنا لهم متقاعدين هذوما لي اون اكزيرسيس فما دايو سبعه قاعدين فيهم مازالوا يدرسوا اه تعال كل فهمني مازال الدرس اختيار او انت تنجم أيه. تحط فيها اللجنه تعال كل مش موضوع ليه انا تبارك الله احنا القانونيه أيه. عندنا بالقديه اما انت لازم زاده لجنه تكون حجمها يسمح بعمل وعمل يعني بسرعه فعندك يعني انا الاحزاب غير معنيه بصياغه خلينا نكمل لك خلينا نكمل قلت لك عندك الخبرات القانونيه الى جنه ومن جهه اخرى الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي اللي هما ينجموا يثريو مشروع الدستور لأنك أنت كي تكتب الدستور يكتبوه قانونية ولكن بتأثر بال يعني الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فالفاعلين في المستوى الاقتصادي والاجتماعي راني مانيش ضد الأحزاب وتنقول لك موقفي من الأحزاب أما خلينا نفهمه الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي عمرهم ما كانوا الأحزاب السياسية هي المنظمات الوطنية المنظمات الوطنية واضح المنظمات الوطنية في نهاية المطاف الأحزاب معنية بكل ما هو اقتصادي واجتماعي معنية بكل شيء إلى جانب السياسي والأحزاب عندها برامج وعندها بدائل وكي تخوض الانتخابات قد تقدم بدائلها الاقتصادية والاجتماعية فسر لك التمشي ومن بعد خلينا وتدخل البرلمان السلطة التشريعية وتشرع للمجالين الاقتصادي والاجتماعي شوف هو أنا نحكي لك في التمشي الموجود ومن بعد أنت تناقشه حر وتقول علاش ولا فيعني عندك هذوما المنظمات الوطنيه الفاعله يعني واللي هي تنجم يعني تدلو بدلوها فيما يتعلق بالجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه اللي تنجم يعني تاثر في مشروع الدستور وعندك الخبرات القانونيه هذوما تلاقيهم يعطينا مشروع دستور اللي هو مشروع دستور قامت به لجنه لانه هما شنو الامكانيات دستور يتم إعداده من طرف لجنة يتم إعداده من طرف مجلس وطني تأسيسي منتخب ويظهر لي اليوم كان تعمل استفتاء تقول لهم تحبوش نعملوا مجلس وطني تأسيسي للشعب باش يعمل لنا دستور يقول لك ما عادش حاشتنا بالمجلس الوطني التأسيسي رغم اللي أنا الخيار هذا دفعت عليه في 2011 لكن أظن اليوم فيا أما لجنة ويا أما مجلس وطني تأسيسي منتخب اللجنة لها الإعداد والإقرار من طرف الشعب فاليوم تقولي فينهم الأحزاب السياسية في هذه كل الأحزاب السياسية أنا راهم في على الأقل زوز محطات إذا كان مش ثلاثة المحطة الأولى وأنا متأكدة اللي العميد صدق بالعيد باش ينادي للأحزاب السياسية خاطر هو ويستأوى له أن يستدعي كل يعني باش يستأنس بآرائهم فأنا متأكدة اللي شكون الاحزاب اللي نجم ما يستدعاها ما نشرش بالعيد ما نشرش هي الاحزاب المسانده للرئيس مانيش رئيس شوف انا مانيش رئيس اللجنه اما نجم نقول لك حاجه كان جيت انا نستدعى المساندين ال 25 جويله نجم نستدعى اللي ضد 25 جويله انا كان جيت انا باش نختار هذه حاجه المرحله الثانيه وهذه راهي مهمه جدا الاحزاب هذه باش تلعب دور مصيري في الحمله التفسيريه للاستفتاء لأننا نسوا حاجة هامة جدا راهو الاستفتاء ما هوش قد توصف شكارة راهو الاستفتاء يسبق حملة تفسيرية الحملة التفسيرية باش تكون ب 25 يوم فقط معناتها كان بالإمكان تكون أطول من هكاكا ولكن لأنه آخر أجل باش يكون مشروع ينشر هو 30 جوان كيف يمكن أن تنخرط هذه الأحزاب في الحملة التفسيرية هي نفسها عندها برشا لبس في برشا مواضيع ورغم اللي هي مساندة لهذا المسار لكن عندها مؤخرا برشا تحفظات وتطرح في عدة أسئلة إلى حد اللحظة ما عندهاش لها إجابة عندها تركيبة الرجال شو عندها تحفظ على الاستفتاء على تركيبة الرجال على التركيبة على التركيبة وعلى العملية اللي صار بها اختيار أعضاء اللجنة فوالا جوستومون تحكي على مش نضيف حويجة الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية ونجم نذكرهم لك حتى بالاسم متحفظين على التركيبة تركيبة اللجان وهم بيدهم يتسألوا أين الأحزاب وطرحوا السؤال هذا على رئيس الجمهورية من حقهم باش يتحفظوا ووعد رئيس الجمهورية بتدارك الأمر وهذا اللي قاله السيد عبيد البريكي وقال رئيس الجمهورية وعد بتدارك الأمر شوف قلتوا لي فما خطأ لا متحق من حقهم باش يتحفظوا
وانا راى اللي اللجنه تنجم تتفتح على كل الكفاءات وعلى كل يعني يعني الاطراف السياسيه ايضا. ولكن حبيت نلح على حاجه اللي راو الدور ما يقتصرش على حضور لجنه والادلاء يعني بموقف. الدور انا نعتبره اللي هو لا يقل اهميه هو المشاركه في الحمله التفسيريه. والمشاركه حمله انتخابيه او تفسيريه خلينا لا تسمى حمله تفسيريه لنص المشروع لنص مشروع جديد. خلينا نفسر ربما المشاهدين بربي خاطر فما ربما سألتك السؤال فما عندك خطا بين الحمله الانتخابيه وتفسيريه. فما مشروع الدستور سوف ينشر يوم 30 جوان هذا ابتداء يعني من هذا التاريخ تنطلق الحملات التفسيرية. حملات تفسيرية من هو معه ومن هو ضد، هذا هو الاستفتاء. يعني فما شكون باش يجي يقول لي انا راني ضد المشروع هذا ولسبب قانون اسمها حملة انتخابية رشيدة نايفر حملة تفسيرية تفسيرية فقط. خلينا نكملوا حاجة يلا تفضل. فما اليوم تنقيح من المنتظر أنه يتم وأنا نتمنى كونه يتم فيما يتعلق بالقانون الانتخابي. خاطر القانون الانتخابي شو يقول؟ شكون اللي يشارك في الحملة التفسيرية؟ الأحزاب النيابية. الأحزاب النيابية واللي ما عندناش توا برلمان، البرلمان تم هذا هو ولو انك ما دام عرفت على القانون الانتخابي انا اكد لك اللي القانون الانتخابي فيه حمله انتخابيه مش حمله تفسيريه. خليني نكمل لك الكلمه هذه. اي اما احنا هي حمله عنوان الفقره الكل، ولكن بالنسبه للاستفتاء ما ينجم يكون كان حمله تفسيريه فمش انتخابيه. فهمت؟ هو حمله تفسيريه مع وزن. فشو يقول القانون الانتخابي؟ يقول الأحزاب النيابية. فهذه مشكلة. فهنا التوجه كونه يتم التنقيح على أساس يسمح لمختلف الأحزاب وحتى المنظمات الوطنية. هذا التوجه الحالي، وأنا نعتبره هذا أنا ندعم التوجه الحالي، السماح لمختلف الأحزاب والسماح للمنظمات الوطنية باش يساهموا في الحفلة حملة تفسيرية. الحملة التفسيرية راهي مش فقط باش تقول صوت، ينجم يقول زادة لا هاو بلا أو نعم، وهذا يروا أساسي حتى يكون الاستفتاء بالحق طريقة ديمقراطية. فهذه مرحلة مهمة بالنسبة للأحزاب. قبل ما نحيلك الكلمة فقط برهان نذكر بالخبر العاجل وعلى إثر اتصال فريق البرنامج بفاطمة بقطايا الناطقة رسمية باسم ابتدائية أريانا، تؤكد للتاسعة أنه قاضي التحقيق حجر السفر على 18 شخص فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة بينهم راشد الغنوشي رئيس الحركة. تفضل برهان. كنت أستمع بتركيز للسيدة رشيدة في استعراض مختلف الفترات اللي مرت بها البلاد من 25 جويلية حتى التوى، وخاصة الرزنامة التي ضبطت بعد الأمر سبتمبر المتعلقة بالاستفتاء ثم المرور إلى الانتخابات التشريعية. حتى الآن عموما في تقديري الشخصي الرزنامة التي رزنامة مسمى خريطة الطريق نجح الرئيس في أنه يكسب تأييد نسبي لهذه الرزنامة، إلا سواء بالصمت المعارضة قالت مش مشكلة باهي نمشيه في استفتاء ونمشيه في انتخابات تشريعية، وخاصة في الموقف الدولي، والموقف الدولي أصبح يتابع هذا الاتجاه نحو تقريبا استعادة الحياة المؤسساتية في البلاد. ولكن أعتقد أنه إلى الآن لم يقع الاستغلال اللازم لحالة الانسيابية هذه الديبلوكاج اللي حصل وقت اللي الرئيس أعلن عن رزنامة على خريطة الطريق. كيف ذلك؟ إلى حد الآن للأسف سيدة رشيدة قصة الحوار التشاركي إجرائيا غير مقنعة لا للرأي العام الدولي ولا للرأي العام الداخلي، رغم أنه المطلب يقول لك الآن أصبح معناها بكل وضوح يقول لك حوار تشاركي أخوي، أعمل حوار تشاركي. صحيح الرئيس يدافع على قصة أنه الحوار الغير تقليدي، الحوار اللي تجاوز به تونس تجارب حوارات أخرى، لكن هناك رؤية أن الحوارات الأخرى في كل الحالات ما كانتش سلبية في تاريخ تونس. الحوار اللي أعطانا نوبل واللي خلانا نتجاوزوا حالة عصيبة عاشتها البلاد عشية الاغتيالات في 2013 ما كانش حوار سلبي، في كل الحالات شكل انفراجة سياسية. علاش هذا الإصرار؟ نحسك حاولت
ولأول مرة بشكل إيجابي ذكرت بتفاصيل دقيقة أن نتمنى أنها تكون بالفعل هذاك هو التوجه، أنه فماش مشكلة وراء الأحزاب، وسي الصادق بالعيد بالعكس باش بتاتر باش يعيط لهم وباش يعطيوا آرائهم، وبالعكس المبادرة باش تكون في يديهم لبرومي جوي باش يهبطوا للساحة وسيسمح لهم بالحملة لا عم أو لا. هذا جيد جدا، ولكن هذا إلى الآن لم يقل أولا، وثانيا وهذا هو الأهم وسمحني على الإطالة ممكن السؤال المباشر، ما هو مشروع الرئيس سيدة رشيدة؟ ما نش فاهمينه لحد الآن، من هو الرئيس؟ خليني نحكي مجازا واستعارة، هل هو رشيدة النايفر؟ هل هو رضا لينين؟ هل هو المفسرين اللي يخرجوا قالوا ها وإحنا متجهين لنظام البناء القاعدي للتصعيد لسحب الوكالة فيما يصفه آخرون بأنه انتقال من الجمهورية إلى الجماهيرية؟ شنية الضمانات؟ ما شنو التطمينات اللي تنجم تتعطى؟ خطر هي فما حالة إجماع، فما حالة مشترك، فما قسم ناس كل قالت لك هذا دستور 2014 ما عنده حتى العباد حتى معهم مشكلة في التعديل، ونقول لك أكثر من ذلك، والناس كل قالوا يميلوا للنظام الرئاسي ما فما حتى مشكلة، والرئيس في وقت ملاقات قال بوركوا با نرجع دستور 59، حتى لهنا فماش مخاوف. لكن وين المخاوف سيدة رشيدة؟ اللي نحب نسألك باعتبار قربك بالرئيس، نعرفك أنت بكل تحفظ، قلت أني ما ننطقش بالرئيس، لكن كنت من الناس اللي بجنب الرئيس، تعرف عقل الرئيس وتعرف فكر الرئيس واللي يتوجه. هل الرئيس الدستور هذايا باش يكون دستور البناء القاعدي المشروع الذي دافع عليه الرئيس؟ انا مانيش نتجنيو على الرئيس، دافع عليه من 2019 وطلع بناء عليه، غير الناس من لم تنصت له. يلا برهان خليها تجاوب، خاطر برشا القاعدي برشا ملاحظات، هذا هو المشروع الجديد. والله انا كيف هذه البناء القاعدي وليت يعني كيك الدودوما بالضبط، انا كي دودوما لا بالحق كي دودوما في الداخل والخارج. انا صدقني يعني صدقني انا عاني معناتها كنت موجوده في الرئاسه، وحتى بعد ما غادرت الرئاسه ونحكي مع سيد الرئيس لعمرنا حكينا في البناء القاعدي، حكينا في دولة القانون، حكينا في يعني ضمان الاستقرار السياسي والحكومي، حكينا يعني في مسألة يعني احترام الحريات، حقوق النساء بالحق يعني. لا هذه البناء القاعدي لعمرنا حكينا فيها يعني فعلا. فخلينا نرجع السؤال الأهم، تقولي شكون هو الرئيس؟ يندرى هو رشيدة النايفر ولا رضا لينين؟ أنا الرأي اللي بالحق السؤال نستغربه، أنا عمري ما مثلا سمعت واحد يسأل شكون هو باش يقايد السبسي، ولا شكون هو الحبيب بورقيبة. حبيب بورقيبة هو الحبيب بورقيبة، وباش يقايد السبسي هو باش يقايد السبسي، وقيس سعيد هو قيس سعيد. كل ما هناك بيان سور كل واحد عنده الـ 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 يعني الـ الميليو او المحيط اللي هو البروجي، انا ما سالتش على الاشخاص موجود في شكل استعاره. اذا كان تحب خلينا وما غير ما نخرق واجب التحفظ، لانك هاك يعني انا ما خرقتش يا ريمي ماهيش مرحله الخاصه، انا لي انتقادات نحب ناخذ سكوبات زاد على فتره الاستقاله وما حق بها، هذا لي انا سكوبات. لا وانا حكيت يعني مع نجي زعيد، قلت له اسمع كان باش نرجعوا للماضي، باش نحكي هذيك لا مش ما نجبدوهاش، قلت له كان باش نرجعوا للماضي زيد خلينا نحكي على المستقبل. احنا معنا حتى ملاحظات في هذا الصدد، والمجال مفتوح نقاش حر للمستقبل خير. خذوا خير ما هو زاد اللي فهم المستقبل يفهم شويه الماضي. يعني بالحق يعني هاو عاد قطعتوا علي حبل افكاري، تبارك الله وقت لي عندك يحكي لك على البناء مشروع الرئيس على البناء القاعده ما الى ذلك. قلت اذا كان ربما نحبوا يعني اذا كان نحبوا ربما هكا نزيدوا نقربوا ونقولوا معناتها هو بالحق يعني قيس سعيد سي لو جوريست كي لتي سي لو جوريست كي لي سي لو جوريست كي ريستغا يعني بالحق يعني الى قاعد هو دونك من ناحيه القانون يعني ومن ناحيه احترام القانون لدوله القانون، فبالنسبه لي هذا شيء مقدس طبعت الحال تقول الحوار وما الحوار والحوار هذا يختلف على اشكال الحوارات الاخرين. والله انا قاعده نتبع فيك ونسمع فيك، خاطر انا زاده جيت باش ننصت راني وباش نسمعكم، لانكم انتم قاده راي مهم جدا معناتها نتبادلوا ما بيناتنا، وكان الوقت يسمح اما بالنسبه لي تقول لك زيت كارتون روج. فيعني انا بالنسبه لي وقت اللي تقول لي ما يشبهش، انا نقول لك والله الحوار هذا هاو ربما باش تستغرب، إذا كان يشبه ماهوش كيف كيف، يشبه أكثر ما يشبه الحوار 2013. علاش؟
ما نحكيوش على كرتاج، هذاك كرتاج والرئيس قال موقفه. علاش؟ شكون هم اللي قادوا الحوار؟ المنظمات الأربعة، المنظمات الأربعة والأحزاب السياسية تحتهم، ولا واحد قال حتى شيء، حيت قالوش ايش بالأحزاب السياسية تحتنا. خاطر أنت كي تشوف في الهرم باش تلقى العميد صادق بالعيد، باش تلقى زوز لجان، اللجنة هذه تقودها المنظمات الأربعة، واللجنة هذه الأخرى يقودها الخبراء، ومن نستطيع أن نستأنس بهم. والعميد صادق بالعيد قالها البارح وتبعتكم مليح في الحوار، عجبني برشا بالحق. يعني قال راو أنا بالنسبة لي باش نعمل من بعد اون بلينيير، باش نعمل لم الناس الكل، ومعناتها ونعملوا يعني التأليف. فأنا بالنسبة لي نقول راهو يشبه برشا الحوار 2012. كل ما شنو اللي تغير؟ أولا اللي تغير كونه الآن عندنا سلطة سياسية. في 2013 ما كانش فما سلطة سياسية، كان مجلس وطني تأسيسي حكومة موقتة، ومجلس وطني تأسيسي بدو تعلقت أشغال. اليوم اليوم عندنا سلطة سياسية منتخبة. الاتحاد العام التونسي للشغل غاب عن الحوار في 2022. اي شعلينا في 2013 كان يقود الحوار، هو ثلاثة منظمات. لا اما في 2013 هما قادوه، وانا نتفكر وقتها باسم الهرم قادوه مع الاحزاب. اي لا والله الاحزاب كانوا، الاحزاب كانت طرف في 2013. اي نعرف، ولكن كان طرف في الحوار وطرف في الخروج من الازمه. اي ولكن البري نوبل علاش تعطاه حسبك انت لهم؟ هما خاطر هما اللي قادوا الحوار. المهم المهم اليوم احنا وبالحق يعني يعني نرجع للكلمه اللي قالها العميد صادق بالعيد، قال اليوم احنا راو يزمنا يعني هي عمليه انقاذ، عمليه انقاذ للبلاد وللدوله. عمليه الانقاذ هذه هي الكل باش نقولوا نشاركوا فيها، نشاركوا فيها، نشاركوا فيها، ومش على حساب المبادئ الاساسيه، بالعكس لا، نشاركوا فيها لبناء دوله القانون ولضمان الاستقرار، حتى نمر لشاطئ السلام، لان رانا مانيش مازلنا ريت انا توا كان معناتها احنا توا معناتها ما نعرفش احنا على ضفة وين، الفيضانات قاعده تهز في كل شيء، واحنا يا قينا قنطره صغيره باش نتعداو هالقنيطره هذه. اه لو كان ما يتعداش الدستور في الاستفتاء ماذا سيفعل الرئيس؟ نعم، إذا أجاب الناخبون بلا يوم الاستفتاء يتحمل مسؤوليته السياسية. وهو هل سنعود إلى دستور 2014؟ هذا سؤال يطرح اليوم. بطبيعة الحال ما تنجمش فراغ، والرئيس هو بيدو باش يتحمل مسؤوليته السياسية ويستقيل. يعني فهمت يعني وين الراء اللي أكبر تحدي يخوضه اليوم رئيس الجمهورية كونه يحط هو مصداقيته في الميزان. خاطر تقول أنت حسب يعني صبر الآراء، ما حاجته بحد شيء، نجم يقعد يستنى مسكوزي في كارتاج حتى الانتخابات الجاية. لا، هو يعتبر اللي لابد أن نمر إلى دولة القانون ودولة المؤسسات، برلمان يخدم، حكومة تخدم طبقا للقوانين. فهو اليوم يعني باش يلعب يعني يعني هو معناتها بالنسبة لي بالحق يعني داخل في تحدي كبير وساباس وساكاس، ولكن كهو راهو ما نجموش نأجلوا إلى ما لا نهاية له الحسم. مدام أنا كنت طبعا مش نسألك سؤال، هو قضية الشرعية والمشروعية في علاقة بنتائج الاستفتاء، في علاقة بمسألة نسبة المشاركة وبطبيعة الجواب، خاطر قد يكون نعم قد يكون لا. أنت جاوبت الآن على السؤال هذا كامرأة قانون، وحب نسألك سؤال كامرأة اتصال، كيف تقيمين الجوانب الاتصالية في القصر؟ لأن هناك أسئلة كثيرة أنه القصر ما يملك سياسة اتصالية قائمة على القرب مع وسائل الإعلام وحتى على توضيح برامجه. علاش احنا كنا نسأله الآن وظهرت نظرية المفسرين، وساعات كي تجتهد في اتجاه لا أنت وليت مفسر، أنت هذا منا يولي واحد قريب لبلاصة هو ما في بالوش بها. والناس السياسة الاتصالية للقصر كيفاش تقيمها؟ الثانية كامرأة سياسة، لأنك في النهاية اشتغلت في القصر قريبة من رئيس الجمهورية وبالتالي دخلت عالم السياسة، كيف تفسرين تباطؤ الرئيس في إنجاز ما يريده الناس؟ لأنه ثم جزء كبير من ثقة الناس في رئيس الجمهورية، مثلا مسألة مقاومة الفساد، مسألة معالجة الأوضاع الاقتصادية التعبة في البلاد، مسألة القضاء،
مسألة يعني كل هالهينات اللي موجودة واللي خذاها هو من الدولة بعد 25 لازال الرأي العام والمتابعين وحتى الناس اللي تعاطفوا مع رئيس الجمهورية ويحاولوا يمشي القدام يفسروها بحالة من التباطؤ. يسألك ساعات مواطن عادي يقول لك علاش ما مشاش علاش ما هكا باش تفسر. يلا تجاوبك تفضل سيدة رشيدة نايف. خلينا نخليو الاتصال للاخر خاطر ما اذا كان مش نحل في الاتصال باش يكون على حساب المواضيع الاخرين. اما حاله الطباطه انا نذكر الايامات الاولى وقت رئيس الجمهوريه طرح ملفات الفساد تدخل سافر في القضاء وقامت لوفي دو بوكليي تدخل في القضاء واحنا يعني فما استقلاليه والقضاء ينظف روحه بروحه والقضاء هو اللي معناتها يعني تذكروا هذايا واقع يعني حقيقه فهمت. وانا بطبيعه الحال اخر وحده باش نكون مع تدخل السافر في القضاء اما فعلا يعني كانت المشكله مطروحه ومربوطه بفهم مخلوط لاستقلاليه القضاء وقع يعني وضعه في دستور 2014. احنا مفهوم الاستقلاليه كما جاء في دستور 2014 كما جاء بالنسبه للمجلس الاعلى للقضاء كما جاء حتى بالنسبه للهيئه المستقله مفهوم خاطئ وكانهم اصبحت هناك دويلات في وسط الدوله وهذه راهي ما تنجمش حتى رئيس جمهوريه ولا حتى ينجم يخدم بالطريقه هذه لابد يعني فعلا من مراجعه يعني هذه النظره معناتها للاستقلاليه يعني لانه راهو في اخر المطاف شكون المسؤول السياسي ماهوش القاضي رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه هذا هو المسؤول السياسي فعلاش نرجع ديما المسؤوليه فهذا الطباطا جاء فعلا لانه الطريقه اللي موجوده طريقه تنظيم الدوله طبقا للدستور وطبقا للقوانين جات بطريقه مبنيه على فهم مغلوط وانا قلت لكم الاول راهو رجل القانون ريت لوم دو دووا ابوكو دو سكروبول رجل القانون يبدا عنده بوكو دو سكروبول فاحنا اليوم شو نقولوا اليوم يلزمنا الدستور الجديد يعني يقر يعني نظريه الاستقلال استقلال السلطات ولكن استقلال السلطات مع يعني امكانيه أن تراقب بعضها البعض للتقدم مش كوني يعني جت بلوك تشوم بلوك هذا هو الدستور 2014 ما خليكش تخدم ما تخلينيش نخدم نظرا لذيق الوقت باش نمشيو للمسألة الاتصالية والجانب الاتصالي داخل قصر قرطاج فما برشا احنا انفسنا كاعلاميين نلقاو برشا صعوبه في اخذ المعلومه من المصدر من داخل القصر اليوم ملي خرجت رشيده النايفر ما ثماش شكون يعوضها ما عندناش فيزافي باش وقت اللي احنا تبدا قدامنا معلومه رشيده النايفر نستقيو المعلومه من مصدرها هذا طبيعي لا رشيده وصلوا يقولوا قصر مغلق امام الصحفيين مش يقولوا معناها واقعيا قصر مغلق امام الصحفيين التونسيين خلي خاطر برشا صحفيين تونس يقول لك الرئيس يتمدلوا ميكرو التلفزيونات القنوات الاجنبيه ويتفاعل تصريحات اما تقريبا منذ اكثر من سنه ونصف على ما اظن لم يعطي الرئيس ما عدا مع مراسل الوطنيه اللي رافقوا في زيارته لبروكسل مش كان مساله الرئيس في الحوارات انا فاتها الجانب الاتصالي يعني التوضيح ثم شخص اثنين واحد يخرج يفسر يقول له علاش الرئيس مشى الخطوه هذيا اش قال في الخارج ما قالش ساعات نسمع الاخبار تقول من يجيب من يدافع حتى الحكومه عندها مشكل في الاتصال شوف باش نبدا من غاديك هي راو خلينا مش نبحث على تبريرات فما غياب لما يسمى بالسياسات العموميه يعني في مجال الاتصال فما غياب وماهوش راهو يهم كان رئاسه الجمهوريه يهم يعني زاد الحكومه يهم مختلف المؤسسات فما غياب كلي انا نتفكر وقت اللي قريت في معهد الصحافه بون يعني باش ولو سامحوني راهو حكم سني ساعات تفكركم نجبد لكم ديما بالقديم وقت اللي قريت كانت فما معناتها تكوين خاص لما يسمى بالملحقين الصحفيين يعني تكوين خاص والملحقين الصحفيين هذوما بشويه بداوا يتطوروا الى حد كونهم مفروض يولي يعني اقسام اعلاميه اليوم من 2011 شنو اللي وقع من 2011 يا
الجماعة اللي هما كانوا منسوبين على العهد السابق وقع حطانهم تكاوهم على جهة وجاو عباد أخري على أساس كونه اليوم معناتها كأنك أنت توا الإدارة التونسية تنجم أنت اليوم تنحي المديرين السابقين الكل باعتبار اللي هما خدموا في العهد السابق وتجيبهم مديرين أخرين. تجيبهم متاعنا هاي سنة فهمت هذا متاعنا والمؤلف أقلوبهم من بعد اللي وقع سيكو اللي حطوهم في الفريقو فما شكون منهم رد الفعل. فطوى نأكد لك اللي في كل المستويات فما صراعات واقعة بين يعني الإعلاميين اللي هي ما لا تخدم الإعلام في تونس ولا تخدم. فأنا شو نقول اليوم وبالحق يعني هي مسألة متأكدة اليوم لابد أن السلطة السياسية تفكر في وضع سياسة إعلامية يعني السياسات العمومية للإعلام ضبطها مش نحبه من الإعلام العمومي كيفاش نجم ندعموا الإعلام الخاص باش هو ما يوقعش تحت طيب اللوبيات أوحيت لي سؤال رشيدة نايفر سمحني ناجي خليني نكمل أي تفضل الأسئلة مهمة كيفاش نطوروا الإعلام العمومي نصلحوه كيفاش الإعلام الخاص نعاونوه باش ما يوقعش تحت طيلة اللوبيات لأنه اليوم معناتها قاعدين نسمعوا في قنوات إعلامية يعني فعلا قاعدين تسألوا تخدم في مصلحة شكون في مصلحة شكون. فهذه مسألة مهمة جدا كيفاش نراجعوا تكوين الصحفيين والتكوين الصحفيين اللي هما يوليوا يكونوا مش فقط صحافي راه فما فرق بين اللي يتولى الاتصال الحكومي بصفة عامة بما فيه رئاسة الجمهورية والصحافي راه ماهوش صحافي ماهوش صحافي هو قبل كل شيء يعني زادة مفروض أن يكون عنده تكوين في العلوم السياسية. العلوم السياسية في تونس شنو حوالها؟ العلوم السياسية غابت وفي عهد بن علي لم تعد تدرس لم تعد تدرس في الجامعات التونسية حتى كي رجعت توا رجعت محتشمة. فإحنا اليوم مفروض أنا كنشوف البلاتو بربي آخر كلمة شوف البلاتو في بعض التلفزيات الأجنبية ولو ما نحبش أنا راني أنا نفتخر بتونس وديما نقول إحنا لباس علينا أما قمي وقت شوف بعض البلاتوات تلقى شكون قاعدين ثلاثة ولا أربعة مختصين في العلوم السياسية وإذا كان يجيبوا لك شيء مسؤول سياسي على خاطر عمل الحاجة أما مش يبلكش بلاتو حزب الفلاني وحزب الفلاني وحزب الفلاني وكأنهم من حقهم باش يكونوا كل ليلة موجودين في البلاتوات. وانت تحكي على وضع الإعلام لو تسمح نتفاعل معاك وأنا أمامي العضوة السابقة زادة فلايكة وهني نسألك على الوضعية الحالية تم حل البرلمان تم حل مجلس الأعلى للقضاء تم حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوما نتسألوا مصير لايكة اليوم شي نجم يكون رشيدة النايفر هي الهيئة العليا المستقلة لاتصال سمع البصرية راو محتاجة إلى معناتها مراجعة لقانونها قطع النظر راو لابد من مراجعة هذا القانون وفما توجدوا مشاريع توجدوا عديد المشاريع والمشاريع قعدوا في يعني في القجرات في القجرات لأنه حتى واحد من صالحه نحكي على إلى حد يعني 25 جويلية حتى واحد من البرلمانيين في صالحه باش يعني يصدر قانون جديد خاطر يفضلوا هيئة شرعيتها تقريبا منتهية فطبعا يعني وضعها معناتها ضعيف خير من اللي تولي يعني نتعداو القانون الجديد وهيئة اللي هي فعلا نزيدوا ندعموا لها استقلاليتها فهذا الوضع يعني هو وضع غير طبيعي لابد وهذه يعني شو الحل هي رأي جزء من السياسات العمومية للإعلام لابد من قانون جديد ينظم الهيكل خاصة فيما يتعلق بالتركيبة ما يلزمهاش الهيكل تكون خاطر لأنه في دستور 2014 الهيكل خاضع على البرلمان حتى هذا راه مش إيجابي الاستقلالية في الدول هل أنت مع تعيين رئيس جمهورية للتركيبة كما صار في الليزي شوف بالنسبة للدول المتقدمة تقول لك فما مبادئ فما مقاييس المقياس الأول هو التفريق بين سلطة الترشيح وسلطة التعيين هذا مقياس أول للاستقلالية المقياس الثاني التفريق بين يعني أو توزيع أدوار التعيين بين مختلف السلطات فنأخذ مثال فرنسا
عندك ثلاثة رئيس الجمهورية، ثلاثة القضاء، وثلاثة يعني رئاسة البرلمان، يعني تفرق يعني كل سلطة. أما كونك تجمع كل يعني التعيينات في يد أي سلطة، فهذه السلطة باش تولي تخضع هذه الهيئة. هذه زادة مسائل مهمة. وفي نفس الوقت إعطاء الهيئة صلاحيات فيما يتعلق بمجال الاقتصاد، اقتصاد المؤسسات الإعلامية. خاطر أنت تعطيني تأشيرة، أي هاك عطيتني تأشيرة، ومن بعد تجيني تقول لي اسمع كارتون جون على خاطر عديت لي إيميسيون في العشرة متاع الليل، وكارتون روج على خاطر عديت لي فلان. مش كافي، يزم أنا زادة على مستوى الاقتصاديات يزم الهيئة تكون عندها دور، وتكون عندها تتعامل مع مجلس المنافسة، تتعامل مع بقية، يعني إصلاح جذري لو يصير هذايا الكل. هي. وتتم الترشحات ويتم ترشيح رشيدة النايفر من جديد، هل تقبل بعضوية الهيكل الجديدة؟ أو برئاسة الهيكل أو برئاستها بالطبيعة. والله شوف يعني باغتني بالسؤال، لأني أنا توا قاعدة نفكر باش نكتب كتاب على التجربة هذية، فكوني نرجع وما نعرفش إذا كان أنا مازال ربما عندي الطاقة باش نرجع، ويعني لأنه عمل شيق وعمل يومي من الصباح لليل. أما كوني أنا مثلا التجربة اللي عشتها نجم نقاسمها مع بقية زملائي، نجم معناتها ربما يعني ننصح بالخبرة. يعني في الحقيقة إذا كنت تقول لي أنت تتمنى في حياتك، قولك أنا نتمنى نهار مثلا نلعب الدور اللي يلعب فيه اليوم العميد صدق بالعيد، أنا اللي يبقى مثلي الأعلى. واضح. واللي هو عمره ما حب يقبل منصب للعلم، والناس اللي تقوله هو توا يفركز في بلايسه، عمره ما حب يقبل منصب في حياته. المنصب الوحيد اللي كان فيه هو عميد كلية القانون وقت اللي أنا كنت طالبة فيها. والناس اللي تقول يمكن أن نرى مجددا في قدم الأيام رشيدة النايفر في قصر قرطاج من جديد، شنو تقول له؟ قصر قرطاج أنا يعني نمشيله كل ما يطلب مني الرئيس باش نكون موجودة، ولكن أنا رأى اللي فما برشا كفاءات ينجموا اليوم يلعبوا الدور اللي ضروري في يعني فيما يخص في مكاتب الاتصال. يعني عندنا كفاءات تونسية باهية وتنجم تلعب الدور هذية، وأنا نبقى بطبيعة الحال على ذمة الرئاسة وعلى ذمة الصحفيين بالقدر المتاح لي والمتواضع من ربما الخبرة والدراية. في مازال لي أقل من دقيقة باش تعداو رأيك فيهم ونختم. تقرير لجنة البندقية واللي ورد فيه ودعوة إلى تقديم الانتخابات التشريعية على الاستفتاء وإلغاء المرسوم عدد 22 المتعلق بهيئة الانتخابات، برأيك فيه باقتضاب رشيدة النايفر؟ باقتضاب. أولا أنا نتسائل علاش صدر نهار 27 مثلا، علاش ما صدرش نهار 24، وعلاش ما صدرش يعني التاريخ يعني واحد. ثانيا هي فرضيات لجنة البندقية، فرضية أولى، فرضية ثانية، قالت ماذا بينا يوقع إلغاء المرسوم 22، إذا كان ما يوقعش إلغاءه ماذا بينا يوقع تأخير الاستفتاء، فهمت؟ فأنا حبيتها زادة تتناول كونه يوقع الاستفتاء وفي تاريخه، ولكن ربما بمحاولة ربما يعني تحسين ظروف وقوع الاستفتاء. مثلا من الحاجات اللي انا حبيت نقولها قبيليك، اللي فما توجه زاد الان لاقرار، ربما راه توقع لاني عندي ساعتين ما تبعتش، اقرار التسجيل الالي بالنسبه لي يعني الناخبين، وهذه مهمه جدا، لانه اذا كان نحب ونحترموا تاريخ 25 جويليا، ولكن في نفس الوقت نسمحوا لعدد هائل باش يرسم روحه، فالتسجيل الالي صار مرسوم ولا قلت فما توجه ربما امكانيه لانه هذا يستوجب تقييح القانون الانتخابي. اي معناتها التسجيل الالي هذوما مساله مهمه جدا، لانه وقتها نجم نقولوا على القيده هما فما زوز ملايين من حقهم باش يسجلوا، نجموا على القيده بالتسجيل الالي نخلطوا فوق المليون. واضح. فوق المليون، فالتسجيل الالي وانا نعتبر ان شاء الله يتم، كيف الحملة التفسيرية يشاركوا فيها كل الأحزاب وكل المنظمات الوطنية، وهذه إن شاء الله يتم. فأنا حبيت لجنة البندقية تقترح علينا تحسينات من غير ما تقترح علينا
تأخيرات لأنه البلاد لم تعد تتحمل ذلك. نمشي ونخدم برأيك فيهم مجموعة من الصور تعليقك عليها في كلمتين نشيدة نايفر. أنا خاف منها برشا. يلا. نحط لك الصور، نبدأ بالصورة الأولى. رئيس الجمهورية قيس سعيد، رب يعطيه القوة باش يواصل المشوار ويوصل السفينة إلى الميناء، ومن بعد من الميناء إن شاء الله الشعب التونسي يعرف شو يعمل. الصورة الموالية لعبير موسي، والله أنا يعني كامرأة ما نجم كان يعني نساند كوني امرأة هي متزعمة حزب، فقط يعني فقط كنت نتمنى باش تكون يعني ربما تاخذ دورها بأكثر جدية، بأكثر جدية، لأنها فعلا اليوم هي المرأة الوحيدة اللي مترأسة حزب في تونس، وحبيتها تكون تاخذ دورها بأكثر جدية. الصورة اللي بعدها اللي راشد الغنوشي، لا إيش باش نقول، نقول أنا رأي اللي احتراماً واحد للسن، فأنا نقول مفروض الآن رو يكتب لنا كتاب على تجربته. الموالية لعياض بن عاشور، باش نقول له رو من المفروض اللي رجال ونساء القانون يكونوا يعني كلهم عائلة واحدة، والعائلة بيان سور فيها ينجم يكونوا اختلافات، ولكن الاختلافات لا توصل إلى هذا الحد. جوهر بن مبارك، جوهر ربما مظلوم لأنه لقى روحه في وقت غير وقته. نبيل قروي، مازال موجود نبيل قروي؟ خارج البلاد بالنسبة لي مش موجود. سيف الدين مخلوف، ما نعرفوش. عبيد البريكي، عندي ليه برشا احترام، عندي برشا احترام ونعرفه وكما جل النقابيين، ونعتبر اللي إنسان واضح ويقول في مواقفه، وأنا نحترم برشا ناس حتى وكان نختلف معهم اللي تكون مواقفهم واضحة. صادق شعبان هذي تعرف هذي كان مساعد وقت اللي أنا قريت القانون الدستوري، كان الأسيستان متاع العميد صادق بالعيد، فأكيد يعني العميد صادق بالعيد اللي كونهم كون قانونجية من طراز عادي، ولكن تعرف ساعات الإكراهات السياسية تخلي الإنسان ربما يحيد على أو يبدل الطريق، فما تنجمش تلوموا عليه. الصورة الموالية لنادي عكاشة، نادي عكاشة، نادي أنا نقولها بعد التجربة هذية نتمنى فعلا باش تفهم اللي الحياة ماهيش لكلها صراعات، والحياة ماهيش لكلها يعني ريغلمون دو كونت، فتعود لأن هي راهو كقانونجية باهية، فتعود للقانون وتعود للقانون. جنرال المتقاعد محمد صلاح الحمدي، يعني مع كامل احترامي ليه ما عنديش بها معرفة. الصورة القبل الأخيرة لأحمد نجيب الشابي، أحمد نجيب الشابي نعرفه، أنا نعرف ملي كنت أنا طالبة في السنة الأولى، وأحمد نجيب الشابي لو كان يكبح جماح طموحاته ينجم يعني يلعب دور كبير ياسر في بلاده. الصورة الأخيرة، شنو تحب تقول لرشيدة نايفر لرشيدة نايفر؟ والله نقولها ابقى كما أنت، كما أنت يعني وطنية تحب بلادك وما عندكش طموحات أكثر من كونك تنجم تقدم حاجة لبلادك من أي موقع أنت موجودة فيه. شكرا لك رشيدة نايفر على تلبية الدعوة، شكرا لك على حضورك معنا، ميرسي بوكو. وانت زيد يعطيكم الصحة. الله يخليك، مرحبا. شكرا ناجي برهان خليفة، يعطيكم الصحة، أنتم على حسن المتابعة، نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين على قناة 9. صباح الخير نسيكم.